وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة مريم، وبعد التحية، لاحظنا أن خلال الفترة الماضية شهدت مملكة البحرين زيادة في عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا، هل هو مؤشر خطير؟ وماذا يجب علينا كأفراد في مجتمع واعي أن نعمل من أجل خفض هذه النسبة؟ بداية أسعد الله مساءكم بكل خير. شكرا عزيزتي مريم. نعم، خلال هذه الفترة والأسبوع الماضي هناك ازدياد في الأعداد الحالات القائمة، وكما لوحظ أن أغلب الإصابات تزداد بين المخالطين، وذلك يرجع إلى التراخي في التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها من قبل بعض الفئات غير الملتزمة. طبعا هذا الأمر يعد خطير وخطر، إذا تم الاستمرار بالاستهتار والتراخي ستزداد هذه الإصابات، وإحنا ما نتمنى العودة لمراحل سابقة من التعامل مع هذا الفيروس. لذلك يجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل نخفض من هذه الإصابات ونقلل هذه الأعداد من خلال تقليل الاختلاط والالتزام بلبس الكمامات خارج المنزل، عدم الخروج إلا للضرورة، إلى جانب الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا. وهذه هدف يجب تحقيقه من قبلنا جميعا. طبعا بالنسبة لتفضلك بسؤال ماذا يجب علينا كأفراد في مجتمع واعي من أجل الوطن والمواطن، التزامنا للبحرين، مواصلتنا بحذر للتصدي لفيروس الكورونا هو واجب وطني، والمسؤولية المجتمعية تتطلب تضافر كل الجهود، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المرحلة التي نمر بها مع ازدياد هذه الأرقام تتطلب منا جميعا، من كل شخص حس أقاربه وأسرته، على الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية. هذا الأمر يستوجب الحد من التواصل المجتمعي خارج الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي، هذا أولا. كذلك اليوم يجب ضرورة تفعيل دور المجتمع بشكل كامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لهذه الفيروس بعزم وإصرار، بتنفيذ كل الإجراءات حرصا منا جميعا على الوطن والمواطن، والتعاون واجب بين الجميع بما يحفظ صحة وسلامة جميع المواطنين وكذلك المقيمين. نعم. كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة المواصلة بحذر وبالتزام بتنفيذ أقصى درجات الانضباط والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، الكل عليه واجب الانضباط وعدم التراخي. هناك دور مهم أيضا يجب أن يتخذه كافة أصحاب الأعمال والمحلات التجارية، المطاعم، المقاهي، الصالونات وغيرها، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات سواء من قبل الموظفين أو العاملين في هذه المحال أو حتى الزبائن اللي يعني يزورون هذه المحل. نعم. علينا يعني ما يخفى على الجميع الحملات التفتيشية المكثفة التي يقوم بها فريق وزارة الصحة ووزارة التجارة والداخلية. هذه الحملات اللي ابتدت من ليلة رأس السنة ستستمر وستواصل في تطبيق كافة الإجراءات. نعم دكتورة مريم، اسمحي لنا أن نطرح هذا التساؤل، أن مع زيادة عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم قد يتساءل البعض لماذا الحالات ما زالت في ازدياد ولماذا الالتزام بالضوابط والاستمرار بها؟ نعم، مو معناته ان اخذنا التطعيم وخلاص، يعني مثل ما نقول ان احنا نرخي او نقول خلاص، ان يجب علينا الالتزام بكافة الاجراءات. نتمنى ان الاعداد كبيرة ان هي تاخذ التطعيمات، احنا وصلنا يمكن احنا البحرين الحمد لله سباقة في اعطاء التطعيمات وعلى من اعلى في اعلى القوائم على جميع الدول، بحرين يمكن الثانيه او الثالثه في اعطاء التطعيمات، لكن احنا نتمنى ان 60 ل 70% من عدد السكان يتطعمون. لكن في المرحله اللي الحين احنا نمر فيها ما زال الخطر موجود،
ما نبغي أي تراخي ولا يعني تساهل مع هذا الفيروس. فجميعنا يعني علينا واجب كلنا مثل ما نقول نضع مصلحة الوطن أمام أعيننا جميعا، خاصة خلال هذه الفترة والفترات القادمة، لحد ما احنا نطعم أكبر عدد ممكن من المجتمع. نعم، الدكتورة مريم الهاجري الوكيلة المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.